قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نقض العهد مع الله في الصدقة نفاق وكفر. أخرج الطبراني وابن مردوي وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرزقني مالا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ما ضروري يكون عندك مال كثير وبعدين لا تستطيع أن تقوم بواجباتك المالية. فقال: يا رسول الله، والله لئن آتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه، يقسم يمين أنه إذا رزقه الله مال سيدفع حقوق المال ويقوم بواجباته التي أوجبها الله عليه في المال. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ غنما، فنمت، تولدت الغنم كثيرا، فنمت حتى ضاقت عليه أزقة المدينة، ما عاد يستطيع في داخل المدينة يحوي الغنم الكثير، فخرج عن المدينة فتنحى بها، فترك الجمعة والجماعات، ثم ضاقت عليه الأرض حول المدينة فتنحى أكثر، فكان يخرج إليها من الجمعة إلى الجمعة، يأتي إلى المدينة فيصلي الجمعة ثم يخرج، ثم ابتعد أكثر عن المدينة. وعندما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقات، وكتب لهما كتابا بكل نوع من الزكاة، الغنم عليه كذا، البقر عليه كذا، الأموال ما هي زكاتها وما هي نسبتها لتؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوزعها على الفقراء. فكتب لهذين الرجلين كتابا وقال: اخرجا، وأمرهما أن يمر على ثعلبة وعلى غيره. فعندما جاء إلى ثعلبة قال لهم ثعلبة بعد أن أقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهما: انطلقا إلى الناس، فإذا فرغتم فمروا به، لا ترجعوا، مروا عندي. ففعلا. فلما جاء ثعلبة فقال لهما: ما هذه إلا أخت الجزية، يعني الجزية ليش يأخذوها، ما بدي يدفع المال. فانطلقا، تركوا، ما أخذوا منه شيء، ما أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم يأخذوا بالقوة، لا، تركوا ورجعوا. وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنزل الله قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، أي من فقراء المنافقين من عاهد الله على أن يتصدق، ومنهم من عاهد الله على لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. منهم من عهد الله، أي من المنافقين الفقراء، بده مال، قلبه مرتبط في المال، فعهد الله لئن آتانا من فضله المال الكثير، يعني لنصدقنه، لام لام التوكيد واقع في جواب القسم، يعني مو قال والله لودينا حقوق المال، لنصدقنا ولنكونن من الصالحين، من الصالحين في المال وفي غير المال، نطيع الله، الصالح الذي يطيع الله، لأن الله يأمر بكل صلاح وكل خير. فلما آتاهم الله من فضله، رزقهم المال الكثير من الأغنام كما قلنا ومن غيرها، هذه الآية عامة لكل من نافق. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به، بخلوا بإعطاء ما يجب عليهم من حقوق الفقير. ف
وتولوا، يعني تولوا عن تنفيذ أمر الله، وهم معرضون، أي معرضون عن الإسلام والاستسلام لله. الإسلام مسلم، اسمه مسلم لأنه يستسلم لأمر الله، ينفذ أمر الله بحب وإخلاص. فماذا كانت النتيجة بالنسبة له؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعقب الشيء يعني جاء عقبه، الله أنزل في قلب هذا الرجل نفاق إلى يوم يلقونه، يعني إلى يوم القيامة سيموت منافقا ولياذ بالله تعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى أعقبهم النفاق بسبب ماذا؟ بسبب أمرين. قبل أن نتحدث عن النفاق، عن الأمرين اللي سببوا أن الله جعلهم من المنافقين، روي أيضا في الرواية أنه عندما قيل له إن الله أنزل فيك هذه الآية ومنهم من عاهد الله إلى آخره، أسرع وجاب الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني يعني هذه الأموال، خذ زكاة، خذ منها ما تريد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بذلك، يعني أنت لما ماذا فعلت خلاص ما بقى تريد منها، خذ ما لك وجاء. لم يأخذ منه الصدقة. جاء أحد أبي بكر فجاء بالصدقة إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منك فلا أقبلها منك. تذكر بعض الروايات أنه مرغ صار يبكي ويضع رأسه ووجهه في التراب، قالوا هذا لعله تاب، شتون بيكون منافق ويموت منافق كما قالت الآية؟ قال: لا، إذا نص الله أنه منافق سيموت منافق، ولكنه يمرغ رأسه في التراب ويبكي تظاهرا أنه يحب الله ورسوله وأنه يندم لأنه ما يأخذ نفقته. لا، لو كان يحب الله ورسوله كان دفع من الأول بإخلاص لله. عند ذلك بيّن الله لنا أن سبب نفاقه سببان، لأن الباء ذلك بما أخلفوا إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله، الباء هنا باء السببية يعني بسبب إخلافهم ما وعدوا الله عليه. هذا الأمر الأول، وعد الله لا ينفق ويعطي حقوق المال فأخلف ولم يعطي حقوق المال. الأمر الثاني وبما كانوا يكذبون، يعني هو لما قال إذا الله أعطاني مال بدي أقوم بحقوق المال وأدفع وأعطي، كذاب، يعرف نفسه إذا أعطاه المال ما راح يعطي، لأنه قلبه معلق بالمال أكثر من قلبه من ما يتعلق قلبه بالله وبأوامر الله. فعندما يطلب الله منه شيء لا، هو من الأول يكذب، ومن صفات النفاق والمنافق الأساسية هي الكذب، إذا حدث كذب. وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا، عندما كان يقول لئن رزقني الله مال كثير بدي أتصدق، وكذاب ما بدي أتصدق وقلبه بحب المال ما بطلع القرش إلا يعني تفتح له إيده بالزور تأخذها، تأخذ الليرة، هو يعلم نفسه هذا ولكن هذا في قلبه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم، يعرف الله ما في قلبه، وكيف لا يعرف الله إخلاص الإنسان من عدم إخلاصه، وهو الذي خلق فيه كل حركة نفسية وكل سكنة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، النجوى التناجي يعني بين بعضهم مع زملاء المنافقين والمنافقات بتناجوا مع بعضهم بالسر فيظهرون حقيقة الأمر. إذا ذكر لهم لبعضهم لك كيف أنت مع المسلمين تعمل كذا وتدلهم على كذا وتنصحهم، قل أنا يعني معهم هكذا في الظاهر ولكن أنا أضحك عليهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا التناجي بينهم بين بعض المنافقين يعلمه الله مهما أسروا فيه، وأن الله علام الغيوب فسيجازيهم على أعمالهم التي أحصاها عليهم ويعاقبهم عليها، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.